هل تعلم ان المسجد الاقصى ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش موجود، او مش ما كانش موجود بس ما كانش مبني يعني بالبناء اللي انت شايفه في الوقت الحالي ده؟ المشكله مش في كده، المشكله ان في واحد صاحبي من يومين كده قال لي جمله غريبه قوي. قال لي هو طالما المسجد الاقصى ساعه وجود النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش موجود اصلا، او يعني ما كانش مبني بالبناء الحالي اللي احنا شايفينه ده، امال ازاي ربنا عز وجل بيقول في القران سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى؟ ما كانش فيه مسجد اقصى اصلا. المشكلة ان اللي جنبه كان ملحد، وكان سبب الحاده تقريبا ان الشاي بلبن من غير سكر، فزعل قوي قال لك طب اهو بقيت ملحد. المهم يعني راح قايل له عشان اصلا الايه دي اتحطت في القران بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وده دليل ان القران مش كلام ربنا ولا حاجه، وانه وضع بشر. تعال نشوف الموضوع ده بيقول ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا حسام مصطفى ودي قناه الدعوه الاسلاميه وده برنامج كمين. شوف يا سيدي، هل المسجد الاقصى اللي موجود بالبناء الحالي اللي احنا شايفينه ده فعلا ما كانش موجود ايام النبي عليه الصلاه والسلام؟ ما تجاوب اه، يعني ما كانش في مسجد اقصى ايام النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا طبعا كان موجود. ازاي بقى؟ قبل ما اقول لك ازاي، اللي بيقول ان الايه اللي هي من سوره الاسراء اتحطت بعد بناء المسجد الاقصى في زمن بعد زمن النبي عليه الصلاه والسلام، وانها ما كانتش موجوده في المصحف في الاول، ده فعلا واحد فاضي. لا مش فاضي اللي هو عنده فراغ، لا فاضي يعني فاضي من جوه، ما عندوش في عقله ولا علمه بجنيه علم، بجنيه تاريخ، ما درسش ثالثه ابتدائي تاريخ. لان زي ما قلنا القران متواتر، سواء بقى التواتر ده يعني الحفظ اللي هو لو دخلت دلوقتي اي شارع في اي منطقه في اي محافظه في اي دوله اسلاميه لازم تلاقي حفظ القران الكريم كاملا، اطفال وشباب وكبار من كل الاعمار. فيستحيل يستحيل تنقص ايه من المصحف او تزيد ايه، لان هتلاقي ملايين بيقولوا لك لا ده مش صح. كذلك بقى في كل عصر ملايين الحفاظ للقران من اول النبي صلى الله عليه وسلم لحد دلوقتي حافظين ونقلوا القران زي ما بتشوفوا دلوقتي في المصحف اللي جنبك ده بالظبط. فيستحيل ان الايه دي تكون اتوضعت في المصحف في وقت مؤخر. ثانيا، كل المخطوطات اللي موجوده من عهد الصحابه والتابعين للمصحف الشريف كلها فيها الايه دي، فيعني فكرة انها اتحطت فيما بعد ده هري، ده هري بجد، سيبك منه بجد اقل من ان احنا نرد عليه. تعالى بقى اجاوبك على سؤالك اللي هو كان في المسجد الاقصى ده ولا لا؟ طبعا كان موجود المسجد الاقصى، وانت لازم تبقى متاكد من ده، والدليل على كده ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه زي ما شاهد كل التاريخ المكتوب في العصر ده انه دخل المسجد الاقصى واستلم مفاتيحه ورجع تحت ولايه المسلمين، فازاي دخل المسجد الاقصى لو مفيش مسجد اقصى؟ فده يدل ان كان موجود فعلا المسجد الاقصى. حلو. نيجي بقى للنقطة التانية، وهي ازاي كان موجود لكن ما كانش فيه بناء. اقول لك هنا بقى ان كلمة مسجد دي مش معناها خالص البناء، ولكن معناها الارض اللي بيسجد فيها لله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فايما رجلا من امتي ادركته الصلاة فليصلي. ليه قال الارض مسجد؟ لان ينفع في اي مكان نصلي فتسمت مسجد. وعلى فكره لو ركزت حتى في القران هتلاقي ان القران مسمي بكلمه المسجد لاماكن عباده غير المساجد المعروفه بالشكل الحالي. يعني مثلا ربنا عز وجل تكلم عن اهل الكهف وقال فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم ها مسجدا، يعني سماه مسجد عشان هيسجدوا فيه، لكن طبعا ده مكان غير المسجد المعروف بشكله الحالي خالص. فالمسجد الأقصى هو الأرض اللي معروفة بالمسجد الأقصى اللي في فلسطين واللي بيعبد فيها ويصلي فيها لله عز وجل، فتسمى مسجد وسمي الأقصى أيا كان بقى اتبنت أو لا. وعلى فكرة المسجد الأقصى أصلا كان مبني وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كمان، وبنى سيدنا سليمان عليه السلام كمان في التجديد. أبو ذر كان سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. فالمسجد الأقصى كان موضوع ومبني فعلا قبل ذهاب بنيانه في بعض العصور. طيب يبقى اختصارا كده المكان اللي بيسجد فيه لله اسمه مسجد أيا كان بقى مبني أو لا، أرض فاضية ولا بناء زي اللي احنا بنشوفه دلوقتي. المسجد الأقصى تاريخيا ومن السنة ومن القرآن كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما كانش ببنائه الحالي. الآية اللي في سورة الإسراء اللي هي الآية الأولى بالتواتر والإجماع والمخطوطات هي من القرآن منذ عهد النبوة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
السميع البصير. فيا رب كده تكون الدنيا وضحت، حاولت اختصر واوضح وابسط على قد ما اقدر، يعني يا رب يكون الدنيا وضحت بأبسط طريقة ممكنة. استناني بقى ان شاء الله في الحلقة الجاية من برنامج كمين. السلام عليكم.